مساء الخير على الجميع، أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة وفي عافية، وأن تكون الظروف ملائمة لكي نبدأ حصة اليوم. الحصة الخامسة من برنامج محاضرات الدبلومة التدريبية قواعد التأهيل في السلك الدبلوماسي والقنصلي، وهي دبلومة تبتدئ وفق حصص محددة، تبدأ على الساعة 6 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 3 بتوقيت غرينتش. كنا قد تطرقنا من قبل لمحورين. المحور الأول كان حول التحولات الجيوسياسية ومستقبل المفاوضات في العلاقات الدولية، من تقديم الأستاذ الدكتور هاني إلياس الحديثي، وقد تكلم عن المفاوضات في العلاقات الدولية. ثم بعد ذلك في نفس المحور كان هناك تأثير الجيوبوليتيك في العلاقات الدولية في عالم متغير الدكتور عبد الوهاب القصاب. المحور الثاني كان حول تحليل المقال السياسي، وقد كانت الحصة الأولى لهذا المحور تتطرق لمسألة كيفية كتابة المقال السياسي باللغة العربية، وقد قدم هذه الحصة الدكتورة لبنى غريب مكروب. تبعتها حصة أخرى لنفس الموضوع، وهو كتابة المقال السياسي في اللغة الإنجليزية، قدمتها الدكتورة هاني فاطمة أو فاطمة هاني. اليوم ونحن نبتدئ هذه الحصة ندخل غمار المحور الثالث الذي يعنى بالقانون الدولي العام والمنظمات الدولية. في شق القانون الدولي سوف يحاضرنا الدكتور عمر بن عيشوش عن المركز الديمقراطي العربي، وهو بذلك سوف يتحدث عن مبادئ القانون الدولي العام وقواعده المنظمة للعلاقات بين الدول، بحيث أنه سوف يتحدث عن التسوية السلمية في المنازعات الدولية بما فيها التسوية السياسية والتسوية القانونية. دكتور عمر بن عيشوش، يسعدني أن أقدم لك القاعة لتبدأ حصتك الكريمة، تفضل. بداية أشكر زميلي أستاذ كريم عايش المدير الإداري للمركز الديمقراطي العربي. بداية الحمد لله وكفى والصلاة على المصطفى وعلى ما بآثاره اقتفى، أما بعد الحضور الكريم أحييكم جميعا بتحية الإسلام تحت الإسلام. سلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد جدا بالتواجد معكم ضمن فعاليات هذه الدورة الدبلومة التدريبية الموسومة بقواعد التأهيل في السلك الدبلوماسي والقنصلي المنظمة من قبل المركز الديمقراطي العربي وشركائه. إذا سنسلط الضوء في هذه المحاضرة الخامسة على مدخل للقانون الدولي العام، فلا يمكن الإلمام بجميع موضوعاته، فهو بحر لا ساحل له، وإنما نحاول أن نمر مرور الكرام على أهم المبادئ التي والمعارف التي تساعدكم في مهامكم المستقبلية إن شاء الله في عملكم الدبلوماسي في منظمات دولية أو سفرات للمرافعة على بلدانكم. إذا المجال مفتوح إلى للمناقشة أو طرح الأسئلة، فأريد الحصة أن تكون تفاعلية. إذا قلنا العنوان المداخلة أو المحاضرة مدخل للقانون الدولي العام، نسلط فيه الضوء على المبادئ الأساسية للقانون الدولي العام وقواعده المنظمة للعلاقات بين الدول. أما المحور الثاني فنتناول فيه التسوية السلمية للمنازعات الدولية، التسوية السياسية وكذا التسوية القضائية. بالنسبة للمحور الأول
سنتطرق إلى تعريف القانون الدولي، أشخاص القانون الدولي، فروع القانون الدولي العام الحديثة والقديم، القديمة والحديثة، أيضا مصادر القانون الدولي، وكذا الحدود الدولية. ثم نمر إلى المحور الثاني الذي نخصصه لحل النزاعات، الطرق السلمية والقانونية لحل النزاعات الدولية. فنعرف النزاع الدولي وأصنافه، وكذا نعرج على الوسائل الدبلوماسية والسياسية والقضائية لحل هذه النزاعات الدولية. وكتمهيد بسيط للموضوع، أقول أنه بحكم الحاجة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، شعرت الدول بأهمية التعاون فيما بينها وتنظيم علاقات مستمرة تحكمها قواعد ثابتة، هي قواعد القانون الدولي العام المبنية على مبدأ السيادة والمبادئ المنبثقة عنه، كمبدأ الرضائية ومبدأ سلطان الإرادة كأساس للالتزام الدولي والازدواج الوظيفي وعدم التدخل، ومبدأ عدم التدخل في شؤون الغير. وعلى الرغم من أن قواعد القانون الدولي العام ثابتة وملزمة، إلا أنه ما زال البعض من الفقهاء من يشكك في إلزاميتها على أساس افتقارها إلى السلطات المتعارف عليها في القانون الداخلي، الذي يملك من الوسائل ما يمكنه من فرض سريان قواعده واحترامها عن طريق الأمن والقضاء، وهو ما يعرف بطرق التنفيذ. وفي هذا السياق يقال أن طرق التنفيذ تساوي نصف القانون، وهذا ما لا نجده في المجتمع الدولي. الشيء الذي يضعف من قيمته القانونية هو النظر إليه كقانون، لكن تبقى الأحكام القانون الدولي العام شهدت عدة تطورات فرضتها الظروف السياسية والاقتصادية والمناخية. فموضوعات القانون الدولي المعاصر تراعي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية، حيث تطور القانون الدولي المعاصر بمد نطاقه لاهتمامه ليشمل الإنسان بصورة مباشرة من خلال الاهتمام بحقوق الإنسان التي تم تقديمها وتقديمها، والعمل على زيادة رفاهية الإنسان وتقدمه. وشملت أيضا الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحماية الإنسان بإقرار تجريم الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ومنع الفصل العنصري والاختطاف الطائرات وقرصنة السفن وتجريم دفع الفدية وحماية البيئة والتراث الثقافي. أول نقطة نقف عندها هي تعريف القانون الدولي العام. بالعودة إلى مؤلفات القانون الدولي العام، نجد ثلاثة مذاهب. المذهب التقليدي عرف القانون الدولي باعتبار أن الدولة هي الشخص الوحيد للقانون الدولي العام، في حين ذهب المذهب الموضوعي إلى التركيز في تعريفه على الشخص الطبيعي، باعتبار الشخص الطبيعي هو المكلف أو المخاطب بإحكام القانون الدولي العام. وهناك اتجاه حديث معاصر الذي يفتح باب أمام شخصيات أخرى لتكون من ضمن أشخاص القانون الدولي، كالمنظمات الدولية وكذا الشركات متعددة الجنسيات. أنا اقتصرت على المذهب القديم، المذهب التقليدي والمعاصر. المذهب التقليدي ركز أنصار هذا الاتجاه في تعريفه من القانون الدولي على اعتبار أن الدولة باعتبارها الشخص الوحيد للقانون الدولي، حيث يعرفون القانون الدولي بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول. بمعنى هذا المذهب يأخذ بفكرة أنه الشخص الطبيعي، الشخص القانوني في القانون الدولي العام هو الدولة فقط. وهذا بطبيعة الحال، هذا التعريف جاء انعكاسا لظهور الدولة القومية في أوروبا في القرن 17 وتكوينها للمجتمع الأوروبي، لذا لم يعترف أصحاب هذا الاتجاه بغير الدول كشخص للقانون الدولي العام. ومع التطورات التي يشهدها العالم، ظهر الاتجاه المعاصر الذي يعرف القانون الدولي بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تضمن حقوق الدول وواجباتها وحقوق وواجبات غيرها من أشخاص القانون الدولي العام. إذن فهذا التعريف أضاف عبارة وغيرها من أشخاص القانون الدولي العام، بمعنى فتح المجال لالتحاق أشخاص آخرين عدا الدولة. فتمت إضافة المنظمات الدولية وكذا الشركات المتعددة الجنسيات أيضا، وهناك بإمكان أن يضم الشخص الطبيعي أيضا
يكون مخاطبا بإحكام القانون الدولي العام. إذا النقطة الثانية نتناول فيها أشخاص القانون الدولي العام من خلال تعريف عرض بعض التعريف والمفاهيم للقانون الدولي العام، نستخلص أنه عدد أشخاص القانون الدولي مختلف فيه، اللي هي أول شخص هو الدولة، وهي مجموعة من الأفراد الذين يعيشون على أرض محددة ويخضعون لسلطة معينة. فالدولة هي نطاق إقليمي محدد يمارس السلطة عبر منظومة من المؤسسات، اللي هي المؤسسة أو السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية. وتعد الدولة أرقى إبداع حضاري افتعله الإنسان، بحيث انتقل نقلة نوعية من العيش في الجو القبلي إلى الجو التحضر والدولة التي يحكمها القانون. الشخص الثاني أشخاص القانون الدولي العام هو أو هي المنظمات الدولية، وهي هيئة ذات شخصية قانونية، ذات أجهزة دائمة وإدارة مستقلة تنشأ باتفاق دولي لتحقيق أهداف معينة. وتجدر الإشارة أن هناك نوعين من المنظمات الدولية، منظمات دولية حكومية ومنظمات دولية غير حكومية. المنظمات الدولية الحكومية عادة تنشأ من خلال اتفاقية، مثال ذلك منظمة أو جامعة الدول العربية، إذن هي منظمة دولية إقليمية نشأت بموجب معاهدات واتفاقيات، أيضا كمنظمة الطيران المدني أو منظمة الصحة العالمية إلى غير ذلك. هي منظمات دولية نشأت من خلال اتفاقيات دولية، في حين أن المنظمات الغير دولية هي تنشأ من قبل فقهاء القانون أو من قبل قضاة متقاعدين، ويكون الغرض منها هو خيري تطور. فأنتم باعتباركم متدربين في هذه الدورة، التأهيل في السلك الدبلوماسي والقنصلي إن شاء الله، ستتوظفون في المنظمات الدولية وتصبحون لكم صفة الموظف الدولي، ولكم وله امتيازات وغيرها. في حين أنه الذي يشتغل في المنظمة الدولية الغير حكومية ممكن أنه لا يتلقى راتبا، إنما يعمل من جانب الخيري. لذلك نلقى بعض المنظمات الدولية تهتم بحقوق الإنسان أو بحقوق الحيوانات أو بحقوق البيئة إلى غير ذلك. فهناك فرق بين المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية. الشخص الطبيعي، إذا الشخص الطبيعي اللي نقصد به الشخص العادي، هنا فقهاء القانون اختلفوا اختلافا في كونه هل هو مخاطب بإحكام القانون الدولي العام ويصير شخص من أشخاصه، أو غير ذلك. إذا فهناك ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول يقول أن الفرد شخص من أشخاص القانون الدولي. هذا الاتجاه يرى أن الفرد كشخص من أشخاص القانون الدولي لا يتلقى الحقوق والواجبات بواسطة الدولة، وإنما مباشرة من صلب القانون الدولي. فمفاد هذا الاتجاه أن الشخص الطبيعي هو بطبيعة الحال فرد من أفراد المجتمع الدولي أو القانون الدولي، لأنه هو الأساس المخاطب به. فحقوق الإنسان تعود على الإنسان، وتجري من أي شيء في الاتفاقية الدولية سيعود بالنفع على الشخص الطبيعي، وإنما الدولة هي مجرد جهاز يقدم خدماته لمواطنيه. الاتجاه الثاني هو عكس هذا الاتجاه، أن الفرد ليس شخصا من أشخاص القانون الدولي العام. ومبرره في ذلك أن الشخص الوحيد هو الدولة، وإنما هي المعنية بأحكام القانون الدولي. فعارضوا بشدة منح الفرد الشخصية الدولية، حيث ينادي زعماء هذا المذهب على أن الدولة تملك إرادة تجعلها تؤسس لقواعد القانون الدولي وتنفرد بتقرير ذلك وحدها دون غيره. وهناك مذهب وسط بين هذا وذاك، الذي خص أن الفرد وضع خاص في الشخصية القانونية الدولية. يقف أنصار هذا الاتجاه في وسط هذا الموضوع، فمن جهة يؤمنون أن الفرد ليس موضوعا أو شخصا من أشخاص الدولي بصفة مطلقة، والعكس، فهو لديه وضع خاص من خلال اكتساب الحقوق والالتزامات بالواجبات.
فمن المعلوم أن الفرد الطبيعي قبل ما يمارس هذه الحقوق، أو بالأحرى تكاد تنعدم تطبيقاتها في الحلول في المجال القانون الدولي العام، فالدولة تكون واسطة لتسهل للشخص الطبيعي الوصول إلى حقوقه المعنوية. أيضا هذا الاتجاه يخدم التطورات الحديثة، فالشخص الطبيعي قد يكون مستثمر في دولة أجنبية وقد يتعرض إلى تعسف من قبل إدارة الدولة التي يستثمر فيها، فبهذا يكون له أهلية التقاضي ضد هذه الدولة التي تعرقل نشاطه، ويلجأ إلى التحكيم الدولي وقد يكسب القضية. فهذا الاتجاه هو الذي أراه صوابا، لأنه يتماشى مع التطورات التي تحدث في المجتمع الدولي. أيضا الشخص الرابع اللي هو الشركات متعددة الجنسيات. إذا هناك اتجاه متصاعد يدعو إلى إعادة الشخصية القانونية الدولية للشركات متعددة الجنسيات التي برزت في إطار العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية، بالنظر للامتيازات التي تحظى بها بالأخص في مجال التحكيم التجاري الدولي، ووقوفها ند بند أمام الدول ذات سيادة في هذا المجال. الآن نمر إلى فروع القانون الدولي العام. هناك فروع تقليدية وهناك فروع حديثة. من الفروع التقليدية قانون التنظيم الدولي، يعرف بأنه تلك القواعد الأساسية التي تتعلق بالبنيان الأساسي للمجتمع الدولي، وقد اعتبر اتجاه فقهها أن ميثاق الأمم المتحدة هو الوثيقة الدستورية للمجتمع الدولي الذي تتضمن المبادئ والقواعد الخاصة بتنظيم المجتمع الدولي، ويشمل بشكل خاص القواعد التي تحكم إنشاء المنظمات الدولية. إذا أول فرع هو القانون التنظيم الدولي الذي يحدد المبادئ والعلاقات بين الدول. أيضا الفرع الثاني هو القانون الدولي البحري. يهتم هذا الفرع بالمشاكل الناجمة عن استعمال البحار ومنع استخدامها لتخزين السلاح النووي ومنع تلويث مياه البحار. القانون الدولي الجوي. يهتم هذا الفرع بالقواعد الخاصة بكيفية استعمال واستغلال المجال الجوي لأغراض المواصلات الدولية، ويجد هذا القانون أساسه في الاتفاقيات الدولية على غرار اتفاقية باريس لسنة 1919 لتنظيم الملاحة الجوية، اتفاقية شيكاغو لقمع الجرائم المرتكبة على متن الطائرات لسنة 1944، اتفاقية مونتريال لقمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني لسنة 1971، بالإضافة إلى إنشاء منظمة الطيران المدني ودورها في إثراء قواعد القانون الدولي الجوي. قانون القضاء الدولي. يهتم هذا الفرع بالقواعد الخاصة بتشكيل المحاكم الدولية واختصاصاتها وإجراء المحاكمة. يجد أساسه في الأنظمة الأساسية للمحاكم الدولية والإقليمية كالمحكمة الدائمة ومحكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوروبية. القانون الدولي الجنائي. هذا الفرع يهتم بمجموعة القواعد القانونية التي تحدد الجرائم والمحاكمات الجنائية الدولية. القانون الدولي الاقتصادي. ينظم هذا الفرع العلاقات الاقتصادية الدولية، وظهر هذا الفرع بعد الحرب العالمية الأولى، وازدادت أهميته بعد الحرب العالمية الثانية بإنشاء المنظمات المالية والتجارية الدولية الدولي والبنك العالمي وغيره. الآن ننتقل إلى الفروع الحديثة للقانون الدولي. ظهرت وتطورت خلال عصر التنظيم الدولي، وبرزت عدة فروع حديثة نذكر منها القانون الدولي الإنساني، وهناك فرع آخر القانون الدولي لحقوق الإنسان. قد يقول قائل لما هذا التكرار، وإنما ليس تكرار وإنما القانون الدولي الإنساني يكون في حالات الحرب. فهو عبارة عن مجموعة القواعد العرفية والمكتوبة، هدفها الأساسي حماية حقوق الإنسان في حالة النزاعات المسلحة الدولية أو الداخلية،
فالقانون الدولي الإنساني يحمي الإنسان الذين لا يشاركون في القتال أو ما يعرفون بالمدنيين وعمال الإغاثة ورجال الدين والصحفيين. فهؤلاء الأشخاص يكفل قانون الدولي الإنساني حمايتهم. فتعد اتفاقية جنيف الأربعة وبروتوكولاتها الإضافية لسنة 1977 الأساس الحديث للقانون الدولي الإنساني، وقد تم في هذا الإطار التركيز على حماية الفئات لكن للأسف الشديد أحكام القانون الدولي العام في بعض الأحيان لا تطبق، وكما يجري الآن في غزة العدوان الصهيوني على غزة، وهناك حواجز لإغاثة المصابين هناك ومنع وصول المساعدات الإنسانية. فنأمل فنسأل الله العلي القدير أن ينصر إخواننا في غزة. أما الفرع الثاني للقانون الدولي فهو القانون الدولي لحماية حقوق الإنسان. فهذا القانون يحرص على ضمان حقوق الفرد في الحالات العادية واحترام حرياته المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث يهدف إلى حماية حقوق الإنسان من تعسف السلطة وتكريس كرامته وحقوقه. لذلك تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والثقافية. وهناك عدة اتفاقيات تخص اتفاقية حقوق الطفل، الاتفاقيات الأوروبية لحقوق الإنسان، الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وكذا الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لسنة 1968. إذن هذا الفرع يهتم بحقوق الإنسان في الطبيعة العادية أو الدائمة، في حين أن القانون الدولي الإنساني يكون في حالات وقوع النزاعات الدولية. القانون الدولي للتنمية أدى عدم وجود التوازن في المجال الاقتصادي بين الدول لتدخل الأمم المتحدة لمساعدة البلدان النامية من خلال إعانة الدول النامية على استغلال ثرواتها. كما تبنت الجمعية العامة إقامة نظام اقتصادي دولي جديد والبرامج التعليمية المتعلقة بإقامة هذا النظام وميثاق الأمم المتحدة للحقوق والواجبات الاقتصادية التي تركز على محاولة اللحاق بركب التنمية. القانون الدولي للبيئة، هذا الفرع يهتم بالقضايا البيئية. أدى التطور التكنولوجي والصناعي إلى آثار سلبية على حياة الإنسان، تمثلت في التلوث، الأمر الذي دفع أفراد المجتمع الدولي إلى إبرام اتفاقية دولية وإقليمية للحد من هذه الظاهرة، أهمها مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة في إطار ما يسمى بالقانون الدولي للبيئة. القانون الدولي للبحار يهتم بوضع القواعد التي تحدد المجالات البحرية وتلك التي تنظم عمليات استغلال المشترك لثروات البحار ومواردها. وسنفصل في هذا الجزئية في عنصر الحدود الدولية. القانون الدولي للحدود يضم القواعد المتعلقة برسم الحدود الدولية، ظهر استقلال الدول الإفريقية والآسيوية وظهور نزاعات بينها حول الحدود. لذلك تم تقييس مبدأ الحدود الموروثة من الاستعمار، وكذا قرارات المنظمات الدولية وأحكام محكمة العدل الدولية. وعادة ترسيم الحدود يكون من خلال إبرام الدولتين اتفاقية ترسيم الحدود. القانون الدولي للاجئين عفوا، وهو مجموعة القواعد القانونية التي تعنى بالمركز القانوني للاجئ فيما يعني مسؤولية الدولة التي لجأ إليها في التقيد بإحكام هذا القانون. اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لسنة 1951. القانون الدولي للفضاء الخارجي، ظهر هذا الفرع مع التنافس الكبير لغزو الفضاء من قبل الدول المتقدمة المتحدة، إلى وضع قواعد قانونية لتنظيم استعمال الفضاء الخارجي من خلال جملة من القرارات وصولا إلى اعتماد اتفاقية 1967 المتعلقة بتنظيم نشاط الدول في استخدام الفضاء الخارجي. إذا نمر إلى عنصر آخر يتمثل في مصادر القانون الدولي العام. كأي قانون، القانون الدولي العام لديه مصادر،
نصت عليها المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وأول مصدر هو الاتفاقيات الدولية أو الاتفاقيات الدولية أو المعاهدات. نصت عليها المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية في الفقرة الأولى فرعية ألف بقولها: وهي تلك الاتفاقيات التي تبرمها الدول فيما بينها لتنظيم موضوع من المواضيع الدولية، إلى جانب كونها أهم مصدر من مصادر القانون الدولي لها، فإنها تعتبر المحور الرئيسي الذي تدور من حوله كافة العلاقات الدولية. إذن الاتفاقيات الدولية هي أول مصدر من مصادر القانون الدولي العام، وسنقف عند وقفة قصيرة. فالاتفاقيات الدولية لديها مراحل حتى تبرم. أول مرحلة هي مرحلة المفاوضات، وهي مرحلة مهمة جدا، يكون فيها الفريق المفاوض لكل دولة إن شاء الله تكون من ضمنها مستقبلا. فكل دولة ترسم مفاوضين حسب موضوع الاتفاقية. إذا كانت الاتفاقية تتعلق بالجانب الطبي سترسل خبراء في المجال الطبي أو التعليمي أو الثقافي أو غير ذلك من المواضيع الاقتصادية حسب طبيعة الاتفاقية. فالخبير المتخصص في شأن ما يكون ملما بتخصصه ويجيد اللغات حتى يفاوض ليصل إلى نقاط توافق بين الدول أو الأطراف المتفاوضة. إذن ثم تأتي المرحلة الثانية، هي مرحلة التدوين. فما تم التفاوض عليه توافق عليه يتم تدوينه على شكل اتفاقية. تدوين، مرحلة التدوين. المرحلة الثالثة اسمها مرحلة التوقيع. التوقيع إما يكون من الفريق المفاوض، رئيس الفريق المفاوض أو الوزير أو غير ذلك. المرحلة الرابعة والأخيرة تسمى التصديق على الاتفاقية. وعادة الدساتير الدولية الدساتير في التشريعات الوطنية تحدد من له صلاحيات المصادقة على الاتفاقيات الدولية، وعادة ما يكون رئيس الجمهورية. فبتوقيعه على الاتفاقية وبعدها تصدر في الجريدة الرسمية وتصبح سارية المفعول. إذن الاتفاقية الدولية مهمة جدا، ولديها 4 مراحل: المفاوضات، التدوين، والتوقيع، والمصادقة. وقد توقع الدولة بتحفظ، بمعنى تتحفظ على بعض البنود التي تخالف النظام العام في دولتها أو شيء من هذا القبيل، فلها أن توقع مع تحفظ على بعض البنود أو المواد. المصدر الثاني من مصادر القانون الدولي العام هو العرف الدولي، أيضا نصت عليه نفس المادة 38 الفقرة الفرعية. فيعتبر العرف الدولي المصدر الرسمي الثاني لإنشاء قواعد أحكام القانون الدولي، بل يذهب جانب كبير من الفقه القانون الدولي إلى اعتباره المصدر الأساسي الذي انبعثت منه القواعد الدولية ذات الصفة العالمية. وبطبيعة الحال العرف له ركنان: ركن مادي وركن معنوي. الركن المادي يتمثل في تواتر واستمرار أشخاص القانون الدولي على القيام بهذا التصرف أو الإجراء، والركن المعنوي يتمثل في شعور أشخاص القانون الدولي العام بإلزامية هذا التصرف أو الفعل. والعديد من الأعراف الدولية تم تقنينها فيما بعد، بمعنى ممكن أن العرف يتطور ويصبح اتفاقية دولية، لا سيما مع الأعراف الدبلوماسية التي نظمها مؤخرا القانون الدبلوماسي والقنصلي. أيضا مثل المنطقة الخالصة أو استغلال المناطق البحرية المحاذية للبحر الإقليمي، كانت عادة ثم نظمتها الاتفاقية الدولية للقانون البحري. إذا المصدر الثالث من مصادر القانون الدولي العام المبادئ العامة. إذا المصادر الرسمية للقانون الدولي العام أو الأساسية هي الاتفاقيات، العرف، والمبادئ العامة للقانون.
المبادئ العامة بدورها نصت عليه المادة 38 من المادة 38 من النظام الأساسي في الفقرة الرابعة جيم، بقولها: مبادئ القانون العامة التي أقرتها المتحضرة كمصدر ثالث من المصادر التي تطبقها المحكمة للفصل فيما يعم عليها من المنازعات الدولية. إذا فالنظم القانونية الرئيسية أو المبادئ المتعارف عليها في النظام اللاتيني والنظام الأنجلوساكسوني والنظام الشيوعي والنظام أو الدول الإسلامية، فمن أمثلة المبادئ المختلفة مبدأ احترام الحقوق المكتسبة، مبدأ عدم جواز التدخل في شؤون الغير، مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق، مبدأ حجية الأمر المقضي به، ومبدأ المساواة وحق تقرير الشعوب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وكذا مبدأ التعاون الدولي وحسن النية والنزاهة بتنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية، وكذا حرمة الحدود والسلامة الإقليمية واحترام حقوق الإنسان. إذا هذه المبادئ الأساسية أو المصادر الأساسية للقانون الدولي العام. إذا نمر إلى المصادر الاحتياطية أو الثانوية للقانون الدولي العام المتمثلة في أحكام المحاكم والفقه. أحكام المحاكم نقصد بها السابقة القضائية، أيضا أشارت إليها المادة 38 من نظام روما في الفقرة الدال، بقولها: لمحكمة العدل الدولية وسائل احتياطية تساعد على معرفة وحدة قواعد القانون الدولي مع مراعاة أحكام المادة 59 من النظام الأساسي. لا يكون للحكم قوة الإلزام إلا بالنسبة لمن صدر بينهم، وفي خصوص النزاع الذي فصل فيه، والملاحظ أن أحكام المحاكم لا تخلق القانون وإنما تطبقه. فالقاضي في هذه الحالة يستأنس بالقاضي في فريق القضاة في المحاكم الدولية، يستأنس بالسابقة القضائية ويقص عليها. أيضا المصدر الثاني من المصادر الاحتياطية الفقه، ونقصد به كتب وشروحات ومقالات فقهاء القانون الدولي العام. أيضا يمكن للقضاة إذا لم يجدوا في الاتفاقيات الدولية والعرف والمبادئ العامة والسابقة القضائية، لهم أن يعودوا إلى كتب الفقه الاستنباطي والعثور على حل للنزاع المطروح أمامه. الآن نمر إلى آخر نقطة في المحور الأول، وهي الحدود الدولية. إذا الحدود الدولية تكتسب أهمية كبيرة للدول، وذلك لأنها تحدد سيادتها على إقليمها وفقا لما تمارس سلطاتها على الأشخاص والثروات الطبيعية التي يضمنها الإقليم دون منازعات من دولة أخرى. وقد نتج عن الاستعمار تفكك العديد من الأقاليم وظهور دول جديدة لم تكن موجودة في السابق، الأمر الذي تسبب في العديد من المنازعات التي قادت إلى مواجهات عسكرية أوقعت خسائر فادحة في الأموال والأرواح. الأمر الذي يتطلب تشجيع الدول على تحديد حدودها وترسيمها بصفة نهائية بالطرق الودية، وذلك من خلال الفهم الدقيق لعملية تحديد الحدود وترسيمها. إذا الحدود كتعريف للحدود الدولية هي عبارة عن خط يفصل دولتين أو جهازين، فهي ظاهرة سياسية يتفق عليها الدول، أي بمعنى الاتفاق يكون بين دولتين أو أكثر من أجل تحديد ملكية وسلطة وسيادة قوانين دولة بالنسبة للدول التي تجاورها. فهي الخطوط التي تشكل الإطار الخارجي للمساحة التي تقع تحت السلطة. وهناك تعريفات أخرى أنها إقامة حدود بين الدول المتجاورة، يعني تخطيط خطوط المجالات التي تمارس فيها السلطات والقوانين الحاكمة. فتجدر الإشارة أن الدول، هناك نوعين من الدول، هناك دول حبيسة ودول ساحلية.
الدول الساحلية هي التي تطل على البحر أو المحيطات أو الأنهار، أو الأنهار تأخذ أيضا حكمها، لكن الأنهار لها صفة أو طبيعة أخرى. أما الدول الحديثة فهي لا ليس لها إطلالة على البحار أو المحيطات، لذلك سميت حديثة. فإقليمها ينحصر في إقليمين فقط، هو الإقليم البري والإقليم الجوي فقط، في حين أن الدول الساحلية لديها 3 أقاليم أو 3 مجالات متمثلة في المجال البري والبحري والجوي. ننطلق من أول مجال اللي هو المجال الإقليمي. توجد عدة اتجاهات لتصنيف الحدود البرية الدولية من الاتجاه الجغرافي، ويركز على معيار محدد وهو مدى الاستعانة بالظاهرة الطبيعية. وفقا لهذا المعيار تنقسم الحدود إلى حدود طبيعية وحدود اصطناعية. بالمختصر، الحدود الطبيعية هي الحدود كالجبال والأنهار والبحيرات وغيرها، فالدول تستخدمها كدلالة وأمارة على نهاية الحدود أو الفصل بين الدولتين، فيكون جبل أو نهر يفصل بين دولتين، وهذه هي الحدود الطبيعية. كاستخدام الجبال في تحديد الحدود، وكذا استخدام الأنهار. وأما الحدود الاصطناعية فهي من صنع الإنسان، فتقوم الدول بإقامة حدود اصطناعية لبيان حدود الدولية، كبناء الجدران الإسفلتية أو السياج، في حين نجد أن الدول الأوروبية حدودها تكون بسيطة، تكون برصيف فقط أو خط يفصل بين الدولتين، في حين أن الدول الإفريقية و أوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا عموما تكون هناك الحدود بالجدران الإسمنتية أو السياج إلى غير ذلك. ننتقل، وهناك الحدود الاتفاقية هي أحسن شيء، والتي تكون من خلال ترسيم الحدود بين الدولتين من خلال اتفاقية ترسمان فيها الحدود وتنتهي الصراعات نهائيا حول هذه المنطقة. الآن ننتقل إلى المجال أو المجال الثاني اللي هو مهم، هو المجال البحري. ظهرت الحدود البحرية استجابة لرغبة الدول الساحلية للحصول على جزء من المياه للدفاع عن نفسها من ناحية، وللاحتفاظ بالثروة المائية والمعدنية، فهي غنية عن البيان. فالبحر أضحى يشكل موردا اقتصاديا هاما بالنسبة للدول الساحلية، لما يوفره هذا المورد من مداخيل مقتمرة للدول لا سيما الساحلية منها، وذلك لكونه يسخر بثروات عديدة ومتنوعة، سواء تعلق الأمر بالثروة السمكية أو الموارد النفطية، وما تعلق بالموارد النفيسة كالمرجان وغيره، مما سبق تتضح الأهمية المتعاظمة للبحر لدى الدول الساحلية، ولذلك نتطرق إلى تفصيل فيه. فأول إقليم للدولة الساحلية أو ما يسمى بالبحر الإقليمي، البحر الإقليمي. البحر الإقليمي نصت عليه اتفاقية جنيف لسنة 1958 بقولها: تمتد سيادة الدولة الساحلية خارج إقليمها البري ومياهها الداخلية إلى منطقة من البحر محاذية لشواطئها تعرف باسم البحر الإقليمي. وبالنسبة لتحديد مسافة هذا البحر الإقليمي، نصت أيضا الاتفاقية نفسها على أنه لكل دولة حق في أن تحدد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز 12 ميلا بحري انطلاقا من خط الأساس. المنطقة إذن، البحر الإقليمي هو أول منطقة أو أول منطقة للدول الساحلية لتقدر مسافته ب 12 ميل بحري، والميل البحري يساوي بالتقريب 1.70 أو 80 كيلومتر.
المنطقة الثانية بتسمية المنطقة المتاخمة، المنطقة المتاخمة بمعنى المحاذية للبحر الإقليمي. أيضا نصت عليها الاتفاقية الدولية لقانون البحار، وحددت أيضا مسافتها أيضا ب 12 ميل بحر، بمعنى المجموع الكلي بين البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة يصبح 24 ميلا بحري. إذا إن المنطقة المتاخمة وإن كانت تتناقض فيها سيادة الدول الساحلية ولا تكون كاملة، إنها لا تقل أهمية عن البحر الإقليمي، ذلك أن الدولة الساحلية تفرض في هذه المنطقة جملة من الصلاحيات وتتمتع بعدة اختصاصات أقرتها الاتفاقيات الدولية. أيضا من هذه الاختصاصات فرض الضرائب، أيضا سلطة الجمارك، أيضا على هذه المنطقة. وهناك منطقة أخرى ثالثة باسم المنطقة الاقتصادية الخالصة. هذه المنطقة الاقتصادية الخالصة لا تكون لجميع الدول، فبعض الأحيان تكون هناك المياه الدولية أو طول البحر لا يسمح بحصول كل دولة على بحر إقليمي ومنطقة متاخمة ومنطقة خالصة المقدرة بحوالي 200 ميل بحري باحتساب البحر الإقليمي وأيضا المنطقة المتاخمة مطرح 200 من 24، نجد 676 ميلا بحريا، بمعنى هذه هي ساحة المنطقة الخالصة. إن المنطقة الاقتصادية الخالصة هي تلك المنطقة البحرية الممتدة من مسافة 200 ميل بحري احتسابا من خط الأساس بما تشمله من بحر إقليمي ومنطقة متاخمة، حيث عرفتها المادة 55 من الاتفاقية الدولية لقانون البحار لسنة 1982 بأنها تلك المنطقة الواقعة وراء البحر الإقليمي، يحكمها النظام القانوني المميز المقرر في هذا الجزء، وبموجبه تخضع حقوق الدولة الساحلية وولايتها وحقوق الدول الأخرى وحريتها الإمكانيات ذات الصلة في هذا الاتفاقية. وهناك نوعين من الحقوق في هذه المنطقة، حقوق سيادية ويكون نطاقها نشاط الاكتشاف واستغلال الموارد الطبيعية الحية وغيرها في المياه التي تعلو قاع البحر، وباطنه كل ما يتعلق بحفظ هذه الموارد، زيادة على الحقوق الدول الساحلية في القيام بنشاطات الاستكشاف والاستغلال الاقتصادي كإنتاج الطاقة من المياه. حقوق ولائية، وتتعلق هذه الحقوق حصرا بإقامة واستعمال الجزر الصناعية والمنشآت والتركيبات، وكيف أيضا في مجال البحث العلمي البحري وحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها طبقا لأحكام المواد 55 و 56 من الاتفاقية المذكورة أعلاه. فهذه المنطقة اسمها المنطقة الاقتصادية الخالصة. وهناك أيضا منطقة أخرى أو حد بحري آخر أو ما يعرف بالجوف القاري. الجوف القاري وهو قاع البحر بأكمله الموازي أو الذي يقع على إقليم 200 ميل بحري. ونصت عليه المادة الأولى من الاتفاقية المتعلقة بالجرف القاري لسنة 1950 بقوله: لأغراض هذه المواد تستعمل عبارة الجوف القاري للدلالة على قاع البحر والمناطق المغمورة الملاصقة للساحل والكائنة خارج منطقة البحر الإقليمي، وذلك إلى عمق 200 متر أو أبعد من ذلك إلى النقطة التي تسمح فيها عمق المياه التي تعلو باستغلال الموارد الطبيعية لتلك المنطقة. إذا فاستغلال واستثمار الجوف القاري بمعدل يصل إلى 200 متر أثار حافظة الدول النامية على وجوه الخصوص التي لا تملك الوسائل المتطورة لاستغلال واستثمار الموارد الواقعة في جوفها القاري. هذه النقطة قد تكون متطورة تفصلها حدود مع دولة نامية. هذه الدولة المتطورة تقوم باستغلال الجوف القاري الخاص بها. هذا الاستغلال ينجم عنه نزول أو انجراف الثروات
البحرية الموجودة في الجوف القاري للدولة الأخرى، إذا تكون هناك عدم تكافؤ الفرص. الدول النامية انزعجت من استغلال الجوف القاري من قبل الدول المتطورة، مما يعود لها من خسائر قد تمس مصالحها الاقتصادية. إذا فهذا المجال البحري باختصار البحر الإقليمي المقدر مسافة البحري، أيضا المنطقة المتخمة المقدرة ب 12 ميل بحري أيضا، والمنطقة الخالصة التي بالتقريب تساوي 176 ميلا بحريا، بالإضافة إلى الجوف القاري. فكل هذه الحدود البحرية لا تمنع الحديثة التي ذكرناها سابقا. إذا يبقى المجال الجوي. المجال الجوي هو الفضاء الجوي، أي أن لكل دولة حق في السيادة الكاملة الخالصة على الفضاء الجوي فوق إقليمها، في ذلك الفضاء الجوي يمتد على اليابس بحدود الدولة البرية، بينما يتحدث في البحر بالحد الخارجي للمياه الإقليمية، أو في حالة الدول الحديثة فيتم تحديد الامتداد الأفقي بالحدود البرية فقط. فالإقليم الجوي هو ما يعلو الإقليم البري والجوي. ففي مثال ذلك الصراع أو الحرب الأوكرانية الروسية، قامت الدول الأوروبية بمنع الطائرات الروسية بالتحليق في الفضاء الأوروبي، مما أدى إلى طائرة روسية لا تغير مسارها، ومما يعود لتكلفة الوقت في الوصول إلى غايتها. فإن هذا النزاعات أو العقوبات تكون بحظر المجال الجوي بين الدول في حالة وقوع نزاعات بينها، ومثال ذلك الحرب الروسية الأوكرانية، فقد تم منع تحليق الطائرات الروسية في الفضاء الأوروبي. الآن نمر إلى المحور الثاني الموسوم بالتسوية السلمية في المنازعات الدولية، ونركز على التسوية السياسية والتسوية القانونية. إذا تعد ظاهرة الصراعات والنزاعات الدولية قديمة قدم المجتمع الدولي، ومتجددة ومتطورة باستمرار نظرا لتطور العلاقات الدولية وتضارب المصالح. فالنزاعات الدولية في عصرنا هذا تعددت أصنافها وأسبابها، مما يشكل تهديد حقيقي على السلم والأمن الدوليين. وفي سنتنا هذه سنة 2024 حدثت عدة أزمات وصراعات دولية، نذكر منها العدوان الصهيوني على قطاع غزة الذي بدأ في أكتوبر 2023 ويستمر إلى غاية اليوم للأسف الشديد. وأنا أكرر دعاءنا لإخواني في غزة، إن شاء الله ينصرهم على عدوهم الصهيوني ويثبت قلوبهم. السودان، الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع يهدد بانهيار البلاد وتزايد العنف في إقليم دارفور. أوكرانيا، الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة بدون أفق واضح لحل الأزمة، مما يؤثر على الأمن في القارة الأوروبية. ليبيا، الأزمة الليبية، توقف إنتاج 700 ألف برميل من النفط يوميا وسط مخاوف حدوث مواجهات بين الفصائل السياسية المتنافسة للسيطرة على مصدر ليبيا المركزي وعائدات النفط. لذا يسعى أفراد المجتمع الدولي دائما جاهدين لتفعيل الطرق السلمية لحل النزاعات الدولية، خاصة بعد التجربة المريرة للحرب العالمية الأولى والثانية. أول نقطة نقف عندها هو تعريف النزاع الدولي أو تعريف المنازعات الدولية. هناك عدة محاولات لتعريف النزاع الدولي، نذكر منها الخلاف الذي ينشأ بين دولتين على موضوع قانوني أو معين، أو بسبب تعارض في مصالح الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية وتباين حدودهما القانونية بشأن. إذن هذا التعريف عرف الخلاف أو النزاع القانوني بأنه الخلاف الذي ينشأ بين دولتين. ولو نعود بكم إلى تعريف القانون الدولي، أو أشخاص القانون الدولي ليست محصورة في الدول فقط، فهذا التعريف معيب بأنه حصر أطراف النزاع
بين دولتين فقط، فقد يكون النزاع قائم بين عدة دول أو يكون بين منظمة دولية ودولة وغير ذلك. لذلك يمكن أن نعرف النزاع الدولي بأنه نشوب خلاف بين أفراد المجتمع الدولي حول مسألة قانونية أو واقعة مادية أو بسبب تعارض مصالح، وقد يفضي هذا الخلاف إلى نشوب حرب بين الأطراف المتنازعة أو صلح سلمي أو تصالح سلمي. إذا نمر إلى نقطة أخرى تتعلق بالشؤون سواء الدولية أو النزاع الدولي، أن يكون النزاع بين أشخاص القانون الدولي، أن تنشأ ادعاءات متناقضة بين الأطراف النزاع، استمرار المطالبة بالادعاءات المتناقضة، أيضا تصنيف المنازعات الدولية باعتبار طبيعة النزاع، تصنف المنازعات الدولية إلى منازعات قانونية وسياسية ومختلطة، السياسية التي يكون موضوعها سياسي، المنازعات القانونية هي التي يكون موضوع الخلاف قانوني التي تجمع بين الخلاف القانوني والسياسي، فتكون بذلك نزاعا مختلطا. تقسيم النزاع باعتبار عدد أطراف النزاع، النزاع الدولي الكبير، النزاع الدولي الكبير هو النزاع مفتوح يضم عدة أطراف يتسم بشدة مرتفعة ولا يمكن احتواؤه إلا في إطار شامل. النزاع الدولي الصغير وفي الغالب يكون بين دولتين، النزاعات الحدودية التي يمكن التوصل إلى حلها بالطرق الدبلوماسية والسلمية أو بوساطة إقليمية أو تدخل دولة أخرى. النزاع الداخلي الكبير في داخل الدولة لكن يكون كبير نوعا ما، مثل الثورات والحروب الأهلية الواسعة النطاق، قد يتحول إلى نزاع خارجي بدخول أطراف أجنبية في النزاع. النزاع الداخلي الصغير وعادة ما يكون عبارة عن أعمال عنف محدودة وغير متكررة ويتم حلها على المستوى المحلي. إذا اعتبار آخر أو تقسيم آخر باعتبار النطاق الجغرافي، قد يكون النزاع داخلي وقد يكون النزاع دولي وقد يكون النزاع إقليميا. الآن نمر إلى الوسائل الغير قضائية لتسوية المنازعات الدولية. إذا إن التسوية هي اتفاق بين أطراف النزاع على إنهاء النزاع بوسيلة سلمية، ويمكن تعريف التسوية بأنها المفاوضات ومحاولات التوفيق بين أطراف النزاع بعيدا عن استخدام القوة والتدخل العسكري، حيث تعتبر هذه الوسائل إحدى الطرق السلمية لتسوية المنازعات الدولية، ويقصد بها البحث عن الطريق المناسب لحمل الدول على تغيير مواقفها تجاه بعض المسائل للوصول على علاقات ثابتة، وذلك دون اللجوء إلى استعمال القوى المسلحة. وفي هذا السياق تنص المادة 33 من الميثاق الأمم المتحدة على أنه يجب على أطراف أي نزاع، يجب على أطراف أي نزاع، بمعنى هذه المادة آمرة استعملت عبارة يجب على أطراف أي نزاع من شأنه استمراره أن يعرض حلف يستلم الأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله ببدء طرق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية. إذا من خلال المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة نجد أنها عددت لنا الطرق السلمية أو القانونية لحل النزاع الدولي بذكرها المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية. التسوية القضائية هنا تقصد مقصود بها القضاء الدولي. ويدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة في ذلك. إذا الوسائل الدبلوماسية، الوسائل الدبلوماسية تكون من نصيبكم أنتم كدبلوماسيين في المستقبل، بمعنى تكون سلسة. أول وسيلة طرق دبلوماسية عديدة ومتعددة نوردها فيما يلي، أول وسيلة هي المفاوضات، ولقد ربما تطرقتم إليها في المحاضرة الأولى، طريقة تمهيدية لتباحث بين الدول المعنية وتكون بين دولتين في إطار تقارب الأفكار ومن ثم الوصول إلى الحلول المطلوبة.
شكل المفاوضات. تتم المفاوضات عادة عن طريق اتصال مبعوثين دبلوماسيين للدول في النزاع بوزير خارجية الدولة الأخرى، ما لم يكن النزاع أهمية خاصة تستدعي تعيين مندوبين متخصصين للمفاوضة. ويكون تبادل الآراء بين المفاوضين مشافهة أو في مذكرات كتابية، بمعنى المجال مفتوح في النقاش شفاهة أو كتابة، أو طريقتين معا بمعنى يجمعون بين الشفهي والكتاب. وإذا كان من النزاع مما يحتاج إلى حل التدخل في تعيين الحدود بين دولتين، تقوم الدولتين بتشكيل لجنة فنية مختلطة مكونة من مندوبين على كل منهما تتولى دراسة موضوع النزاع ووضع تقرير تعبر فيه عن رأيها ليسترشد به المفاوضون الأصليين. وتجري المفاوضات مباشرة بين الدولتين المتنازعتين، بمعنى المفاوضات تكون مباشرة بين أطراف النزاع، لا يوجد واسطة بين أطراف النزاع. أيضا أمثلة المفاوضات، من أمثلة المفاوضات حل النزاع الجزائري الفرنسي، يعد من أكثر الأمثلة تطورا للدور الحاسم لهذه الوسيلة في الاتفاق المتوصل إليه، حيث جاء في اتفاقيات فرنسا والجزائر عبارة تحل النزاعات التي قد تحدث بينهما بالطرق السلمية سواء بالمصالحة أو التحكيم، وهي ما تعرف باتفاقيات إيفيان. وأيضا مفاوضات السلام التي ما زالت جارية بين منظمة التحرير الفلسطينية سابقا وإسرائيل منذ مؤتمر السلام الذي انطلقت أشغاله رسميا في مدريد بإسبانيا في يوم 31 أكتوبر 1991، قصد الوصول إلى حل شامل وعادل يرضي الطرفين. الوسيلة الثانية هي المساعي الحميدة، المساعي الحميدة وهي الجهود المبذولة من طرف ثالث بعيد عن النزاع يهدف إلى تقريب بين الدول المتخاصمة وبموافقة الأطراف المتنازعة. فالمساعي الحميدة هي تطوع في مهمة إصلاحية هادفة إلى تقريب وجهات نظر الأطراف المتنازعة بغية إيجاد أرضية مشتركة تمكنهم من مباشرة المفاوضات أو استئنافها للوصول إلى تسوية القضية العالقة بينهم. وتجدر الإشارة إلى أن المفصلة النهائية للمساعي الحميدة غير ملزمة للأطراف، وتبقى مرهونة بإدارة الأطراف نزاع، وليس لها قوة إلزامية في مواجهتهم، فلهم الحرية المطلقة في الأخذ بمقترحات الطرف الثالث أو أن يغضوا الطرف عنها. إذن فالمساعي الحميدة تكون من طرف ثالث وهي غير ملزمة لأطراف النزاع. مهمة القائم بالمساعي الحميدة تنحصر في تقريب وجهات النظر فقط، وتكون المساعي الحميدة ذات أهمية وفاعلية في حالة رفض الأطراف المتنازعة فكرة الالتقاء بغرض التفاوض، بمعنى هناك تشنج بين العلاقات، فالمساعي الحميدة تقرب وجهات النظر وربما تدعوهم إلى الجلوس إلى طاولة واحدة والتفاوض من جديد. تكون المساعي الحميدة قد أدت هدفها بمجرد إلقاء أطراف النزاع للتفاوض مباشرة، بمعنى النتيجة الرئيسية للمساعي الحميدة هي اجتماع الأطراف المتنازعة للتفاوض. الوسيلة الثالثة الموسومة بالوساطة، وهي أيضا عمل ودي تقوم به دولة أو مجموعة من الدول أو وكالة تابعة لمنظمة دولية أو حتى فرد من أفراد الأفراد الشخص الطبيعي ذو مركز رفيع، بمعنى ربما يكون وزير، ربما سفير، ربما مبعوث أممي إلى غير ذلك، رفيع المستوى في سعيه لإيجاد تسوية للنزاع القائم بين الدولتين. والوساطة تتطلب تدخل أكثر حدة وأقل سرية من المساعي الحميدة، ولكن الدولة الواسطة لا تكتفي بحضور الأطراف فقط، بل تقترح التفاوض وتتوسط مباشرة في المفاوضات بمعنى الكلمة، وتجتهد لجعل الدول المعنية متبادلة. بمعنى الوساطة تكون للوسيط الدولة الوسيطة أو الشخص أو الهيئة المتوسطة بين أطراف النزاع صلاحية اقتراح التفاوض واقتراح الحلول وإجبار الطرفين على بعض التنازلات للوصول إلى حل بين أطراف النزاع. مهام الوسيط، يلعب الطرف المتدخل في الوساطة دورا أكثر إيجابية
من ذلك الذي يتم في إطار المسائل الحديثة كما ذكرنا، فهم؟ لأنه يمكن تقديم حلول الاتفاق بين الطرفين، وكذلك مدى سلطتي أو قوتي السياسية على الصعيد الدولي وقدر الثقة الممنوح له من قبل الأطراف. هناك وسيلة رابعة موسومة أو بالتحقيق. التحقيق هو أحد الوسائل السلمية لتسوية المنازعات يتم اللجوء إليها من قبل الدول عندما تتأزم الخلافات حول الآراء بمسألة معينة، وتكون هذه الوسيلة من قبل لجان تحقيق يتم إيفاد لجنة تحقيق. يتم إجراء التحقيق بالبحث عن مدى صحة الوقائع ويتأكد من الأسباب التي يقوم عليها النزاع والتي تختلف حول مواقف الأطراف المتنازعة. لقد تطور التحقيق من حيث المهام الموكلة للجنة المحققة وخرج عن التحديد الضيق عليه الاتفاقية الهاي، فمعظم لجان التحقيق المنشأة حديثا كانت لها مهام موسعة لتسهيل مهمة تجسيد الحلول الممكنة لحل النزاع الدولي. وقد تم النص على التحقيق كوسيلة سلمية لحل النزاعات الدولية لأول مرة من خلال اتفاقية لاهاي لسنة 1907 المتعلقة بالتسوية السلمية للنزاعات الدولية. ثم تطور نظام التحقيق الدولي من خلال إبرام بعض الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف، مثل الاتفاقيات التي أبرمت ما بين عامي 1913 و1915 بالولايات المتحدة الأمريكية و30 دولة من دول العالم، حيث نصت على إنشاء لجان دائمة للتحقيق تحال إليها جميع النزاعات التي لا يتيسر حلها. كما نص ميثاق الأمم المتحدة على التحقيق باعتباره أحد الوسائل السلمية لحل النزاعات الدولية، وذلك في المادة 33، زيادة على منحه لمجلس الأمن سلطة إنشاء لجان تحقيق دولية، بمعنى لمجلس الأمن صلاحية إنشاء وإرسال لجان تحقيق دولية، حيث جاء في نص المادة 34 لمجلس الأمن أن يشخص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا، يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدوليين. كيف إجراءات التحقيق؟ تنقسم إجراءات التحقيق إلى مرحلتين أساسيتين، مرحلة تلقي المذكرات المكتوبة ومرحلة شفوية، ويجوز للجنة اتخاذ إجراءات أخرى لتكملة إجراءات التحقيق كالمعاينة وزيارة الأماكن المعينة. مدى حجية تقرير لجان التحقيق؟ كيف يكون حجية؟ ما هو القيمة القانونية لتقرير التحقيق؟ تقرير لجنة التحقيق من الناحية القانونية ليس له طبيعة إلزامية، كما أنه لا يطبق بإحكام، بمعنى التقرير هو تقرير وليس حكما قضائيا، فهو ليس له طبيعة إلزامية كما أنه لا ينطق بإحكام، بل يكتفي بملاحظة الوقائع والتأكد من صحتها، وهذا يجعله يختلف تماما عن قرار التحكيم أو الحكم القضائي. الوسيلة الأخيرة وهي التوفيق، ويعتبر التوفيق من وسائل التسوية السلمية الحديثة، ويعتبر وسيط بين الطرق السابقة الوسائل السياسية والوسائل القضائية، أو هو نظام مختلط يجمع بين الاثنين بسبب الإجراءات القانونية المتبعة في التوفيق والتحقيق، غير أن قراراته أيضا غير ملزمة للأطراف المتنازعة. طبيعة التوفيق، يظهر التوفيق في القانون الدولي بعدة أسماء، كمعاهدة التوفيق والتحكيم ومعاهدة التوفيق والتسوية القضائية، والسبب أنه يتم بواسطة لجان التوفيق، ولا يقتصر هذه اللجان على تقصي المسائل القانونية، بل تسعى إلى إثارة كل المسائل التي من شأنها إيجاد حل للنزاع الدولي وتسويته. ومن ثم فهي اللجان تقوم بالحرص على إيجاد حلول تراعي مصالح الأطراف المتنازعة، ويعتبر التوفيق إجراء حديث نسبيا من إجراءات التسوية السلمية للنزاعات الدولية، وعادة ما تتولاه لجنة يطغى على تشكيلها العنصر الحيادي، فقد جرى العمل على الأخذ به
بعد الحرب العالمية الأولى، ونصت عليه العديد من الاتفاقيات الثنائية والجماعية التي أبرمت لتسوية النزاعات الدولية. فالاتفاقيات الدولية العامة التي تضمنت التوفيق نصت أهم الاتفاقيات العامة ذات الطابع التشريعي، ومن بينها اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية لسنة 1961، والعلاقات والاتفاقية الخاصة بالعلاقات القنصلية لسنة 1963، وكذا اتفاقية قانون المعاهدات لسنة 1969، وكذا اتفاقية قانون البحار لعام 1982. كيفية تشكيل لجان التوفيق؟ تشكل لجنة التوفيق من بعض الشخصيات التي تحوز ثقة الأطراف المتنازعة بغرض السعي نحو تحقيق اتفاق بينهم، وذلك من خلال تقديم مقترحات تسوية النزاع القائم بينهم، ويخضع تنظيم لجان التوفيق لمبدأ الجماعية ومبدأ الدوام، بمعنى التشكيلة تكون جماعية وليست فردية، ومبدأ الدوام بأنها لها مدة مستمرة، ولكل لجنة تتكون من 3 أعضاء أو 5 أعضاء، كما لها أن تضيف خبراء آخرين، وإنما تنشأ بموجب معاهدات تنص عليه. صور التوفيق، هناك صورتان للتوفيق: التوفيق الاختياري والتوفيق الإجباري. التوفيق الاختياري يكون من اختيار الدول، بمعنى يتوافقون على فريق للتوفيق أو لجنة للتوفيق يتفقون. أما التوفيق الإجباري الذي يكون منصوص عليه في اتفاقية، فهناك اتفاقية دولية بين دولتين أو شخصين من أشخاص القانون الدولي العام أو عدة أشخاص، في من ضمن بنودها نكتب في حال وقوع نزاع بين الأطراف نلجأ إلى لجان التوفيق. في هذه الحالة عند وقوع خطأ أو نزاع عفوا أو سوء تفاهم بين الأفراد أو أطراف الاتفاقية، اللجوء إلى لجان التوفيق إجباريا لأنه منصوص عليه في اتفاقية دولية مبرمة بين أفراد أو أشخاص القانون الدولي العام. بعدها نمر إلى الوسائل السياسية لتسوية المنازعات الدولية التي ذكرناها آنفا، هي الوسائل الدبلوماسية لتسوية النزاعات الدولية. الآن الوسائل السياسية. أول دور منوط بهيئة الأمم المتحدة في تسوية النزاعات سلميا. نصت المادة الثانية الفقرة الثالثة من ميثاق الأمم المتحدة على أن جميع دول الأعضاء فض منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدوليين عرضة للخطر. ويذهب هذا النص إلى أن التسوية المفضلة لدى المنظمة الدولية هو عدم اللجوء إلى استعمال وسائل غير سلمية أو التهديد باستعمالها لحل المنازعات القائمة بين الدول، ويدعو الميثاق إلى ضرورة الأخذ بالأساليب المعروفة لحل المنازعات الدولية التي حددتها الفقرة الأولى من المادة الثالثة الذكر. أيضا الفقرة الرابعة من نفس المادة نصت على أنه يمنع على أعضاء الهيئة في علاقاتهم التهديد باستعمال القوة أو باستخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو على أي وجه آخر. ويدخل في دائرة المنع استعمال جميع أشكال العنف المسلح بما في ذلك الحصار البحري السلمي والحصار الاقتصادي أو التهديد بهما، وهو تحرير واسع يشمل كل أنواع الأسلحة وكل مظاهر التهديد باستخدامها. باعتبار هيئة الأمم المتحدة التي ينضوي تحتها جميع الدول، لديها هيئات مكلفة بتسوية النزاعات سلميا، نذكر منها الجمعية العامة فلها أدوار في حل النزاعات سلميا، فقد نصت على ذلك المواد 10 و11 عن التوالي من ميثاق الأمم المتحدة. أيضا دور مجلس الأمن الآن نصت عليه المواد 23 إلى غاية 32، وكذا المادة 43 من ميثاق الأمم المتحدة. أيضا دور الأمين العام
للأمم المتحدة نصت عليه من 97 إلى غاية 99 من ميثاق الأمم المتحدة بأنه الجمعية العامة لها عدة أدوار في تسوية النزاعات السلمية، مجلس الأمن أيضا وكذا الأمين العام له عدة أدوار يلعبها في حل النزاعات الدولية في مختلف أنحاء العالم. النقطة الثانية تعود دور المنظمات الدولية في تسوية المنازعات الدولية. بعد منظمة الأمم المتحدة يأتي الدور على المنظمات الدولية. لقد دست المادة الأولى فقرة خمسة من ميثاق الأمم المتحدة بأنه ليس هناك ما يمنع من إنشاء المنظمات الإقليمية التي تساعد في حفظ السلام الدولي وبشكل لا يخالف أهداف الأمم المتحدة. من الميثاق أن يجب على أعضاء المنظمات الإقليمية والذين هم أعضاء أيضا في الأمم المتحدة اتخاذ ما يلزم لتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية. ومن هنا يتضح بأن ميثاق الأمم المتحدة قد أولى أهمية إلى المنظمات الإقليمية للتدخل في النزاعات ومحاولة حلها لخدمة الأمن والسلم الإقليمي الذي ينعكس على السلم العالمي. ولقد جاءت فكرة إنشاء المنظمات الدولية والإقليمية أسفا بسبب فشل تطبيق القرارات الصادرة عن المؤتمرات الدولية والإقليمية، فتم اللجوء إلى فكرة المنظمات الدولية والإقليمية بسبب توافر عنصر الاستمرار والديمومة، فيتم معه متابعة ما اتخذ من قرارات في المنظمة على خلاف ما إذا كان سائدا في المؤتمرات الدولية التي تنتهي قراراتها بفرض جلسة المؤتمر، فتقوم الدول بالاتفاق على مقر المنظمة وإعداد ميثاق لها ووضع لائحة تنظم عملها وتعين مندوبين لها في المنطقة، وفي الأحوال الطبيعية تتم الاجتماعات بين مندوبي الدول. أما في حال الطوارئ أو وجود تهديد على الأمن والسلم الدولي فإن الاجتماعات تتم على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء أو رؤسائها، كما يتم تحديد اجتماع دولي على مستوى القيادات يكون نصف سنوي أو سداسي أو مرة واحدة في السنة حسب أهمية المنطقة وما يحدث بها من أخطار. وتنتشر المنظمات الإقليمية في مختلف قارات العالم مثل منظمة جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة الدول الأمريكية ومنظمة الدول الآسيوية ومنظمة دول المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوروبي إلى غيرها من المنظمات. تحتوي مواضيع جميع هذه المنظمات على التأكيد على التسوية السلمية للنزاعات الدولية والإقليمية التي تنشأ في دائرة اختصاصها. إذا لقد نصت المادة 20 من ميثاق جامعة الدول العربية على أنه يجوز موافقة ثلثي دول تعديل ميثاق الجامعة، وعلى الخصوص لجعل الروابط بين وإنشاء محكمة عدل عربية لتنظيم صلاحيات الجامعة بالهيئات الدولية التي قد تنشأ في المستقبل لكفالة الأمن والسلام، ويكون للمحكمة بموجب المادة السابقة النظر في النزاعات التي تحدث بين الدول الأعضاء. مما سبق أن الدور الرئيسي للمنظمات الدولية في تسوية المنازعات الدولية سواء من قبل هيئة الأمم المتحدة وأجهزتها وكذا المنظمات الإقليمية، حيث أن وثيقة إنشائها تنص على تسوية وحل النزاعات السلمية بالوسائل البديلة عن استعمال القوة، كما أن المعاهدات والاتفاقات الاتفاقيات الدولية تساهم أو تنصص في العديد من بنودهم على التسوية السلمية. وللموظفين الدوليين والدبلوماسيين دورا هاما في هذه التسوية، وهم الأشخاص الذين يتم تنفيذهم من المنظمات الدولية أو الإقليمية أو أطراف النزاع سواء بالاشتراك في المفاوضات أو تقريب وجهات النظر بين الفرقاء أو تقديم الحلول والمقترحات كما هو الحال في التوفيق والتحقيق. آخر نقطة نتناولها هي التسوية القانونية أو التسوية القضائية للمنازعات الدولية. بعد استنفاذ جميع الطرق الدبلوماسية والسياسية لحل النزاع الدولي، إذا تعثر الأمر لا يبقى لنا خيار واحد وهو اللجوء إلى التسوية القضائية أو التسوية القانونية، وتكون عن طريق وسيلتين. الوسيلة الأولى التحكيم الدولي والوسيلة الثانية هي القضاء الدولي. إذن
أولا التحكيم الدولي. يعتبر التحكيم الدولي من الوسائل القضائية القديمة التي استعملت في العلاقات الدولية لحل النزاع سلميا، وتستطيع محاكم التحكيم أن تنظر في جميع النزاعات الدولية بغض النظر عن طبيعتها، فيجوز لها أن تبت في النزاعات السياسية أو القانونية وغيرها من النزاعات طالما منحها اتفاق التحكيم هذه السلطة. اتفاق التحكيم، هذه العبارة اتفاق التحكيم تكون بين الدول الأطراف اتفاقية من ضمن بنودها، في حالة وجود نزاع نلجأ إلى التحكيم، نلجأ إلى التحكيم، فهذا يعبر عنه باتفاق التحكيم. وأيضا مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم أصبح هناك تحكيم إلكتروني، تحكيم تجاري إلكتروني يتم عن بعد باستخدام تقنيات التواصل، فالمستثمر الأجنبي بإمكانه مقاضاة دولة ما عرقلت نشاطه أو لديه سوء تفاهم مع الطرف دولة أخرى أو منظمة، له أن يلجأ إلى الهيئات التحكيم الدولية بطريقة إلكترونية فقط. تعريف القانون، تعريف التحكيم، التحكيم يكون التحكيم أول تعريف نصت عليه اتفاقية لاهاي لسنة 1907 حيث نصت على أن موضوع التحكيم الدولي هو تسوية المنازعات بين الدول بواسطة قضاة من اختيارها، وعلى أساس احترام القانون، وأن الرجوع إلى التحكيم يتضمن تعهدا بالخضوع له بحسن نية. من التعريف السابق يتضح أن التحكيم طريقة قضائية لحل النزاعات الدولية، وأن اللجوء إليه عملية اختيارية لأطراف المنازعة، ولكنه ملزم لها في القرارات التي تتخذها هيئة التحكيم والتي تكون على أساس قانوني عادل. وعلى الرغم من اللجوء إلى التحكيم كان قديما، إلا أن مؤتمر لاهاي للسلام قد وضع الأساس الثابت لهذه الطريقة، وأهم ما جاء به هذان المؤتمران هو إنشاء المحكمة الدائمة للتحكيم الدولي. إذن فمن خصائص التحكيم أنه ملزم للأطراف، الوسائل السابقة غير ملزمة، لكن التحكيم عندما يصدر قراره يصبح ملزما في وجه أطراف النزاع. التطور التاريخي للتحكيم، مراحل التحكيم، مر التحكيم بثلاثة مراحل: التحكيم بواسطة رئيس الدولة، التحكيم بواسطة لجان مختلطة، ويعود الفصل في نشأة هذا النوع من التحكيم إلى معاهدة التي وقعت بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا سنة 1793، التي أبرمت لتسوية الخلافات بينهما. التحكيم بواسطة محكمة، يتولى هذا النوع من التحكيم أشخاص مستقلين غير متحيزين، مشهود لهم بالعلم والنزاهة والكفاءة، وتمكنه من الفصل في النزاع حسب القانون. ومن أهم القضايا التي حسمت عن هذا الطريق قضية نزاع بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وكان ذلك أول نزاع خطير بين دولتين كبيرتين يتم حسمه عن طريق محكمة التحكيم. إنشاء المحكمة الدائمة، برزت خلال اتفاق مؤتمر لاهاي الأول فكرة إحداث قضاء تحكيمي لا يمس بحرية الدول، من حيث انه لا يفرض عليها بغير رضائها لتسهيل عمليه اللجوء الى التحكيم. فبناء على هذا التصور انشئت محكمه التحكيم الدائمه. ايضا التحكيم في المواثيق الدوليه، تم ذكر التحكيم في الماده 13 من عهد عصبه الامم، ايضا في الميثاق الامم المتحده في الماده 33، ايضا في ميثاق جامعه الدول العربيه، في ميثاق منظمة الدول الأمريكية، وجل الاتفاقيات الدولية والمنظمات الدولية. الآن نمر إلى إجراءات التحقيق وآثار التحقيق. إجراءات التحقيق، يتم تسوية النزاع بين الدولتين من خلال رغبتهما الطوعية، ويتم اختيار القضاة من قبل الدول الأطراف، فالدول الأطراف هي التي تختار القضاة، وعلى أساس احترام القانون الدولي والالتزام بقبول الحكم باعتبار تتقيد هيئة التحكيم بالمسائل التي طلب الفصل فيها، وإذا حدد طرفان القواعد التي يفصل بمقتضاها في نزاع تقيدت الهيئة أيضا بها.
لم يتم تحديد القواعد، طبقت هيئة التحكيم القواعد الثابتة والمتعارف عليها في قانون الدولي العام، والتحكيم يتضمن إجراءات كتابية وتشمل الإجراءات الكتابية تقديم مذكرات والمستندات إلى هيئة التحكيم، أما الإجراءات الشفوية فتتم في العلنية بقرار تصدره الهيئة بموافقة الخصوم، وبعد انتهاء المرافعة تجتمع الهيئة للمحاولة في جلسة سرية ثم تصدر قرار التحكيم. إذا قرار التحكيم ينتهي عمل محكمة التحكيم بإصدار حكم تتخذه بأغلبية أصوات أعضائها في مداولات سرية، ويكون له قوة إحكام القضاء، ويعتبر ملزما للأطراف في النزاع بشكل قاطع غير قابل للاستئناف ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاق التحكيم. فقرار التحكيم تشبه من حيث الشكل قرارات القضاء الداخلي، فهي تتضمن حيثيات القرار المعللة والمنطوقة وتصدر بالأغلبية في من المحكمين، وتوقع من طرف في كل منهم، ولا يجوز طلب إعادة النظر في قرار التحكيم إلا في حالة واحدة، وهي اكتشاف أو ظهور وقائع كان من شأنها أن تغير من وقائع صدور الحكم. أيضا الآن نلجأ إلى وسيلة أخرى وهي القضاء الدولي. بعد التحكيم آخر وسيلة هي القضاء الدولي. تعد محكمة العدل الدولية الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، وتقوم بعملها وفق نظامها الأساسي الملحق بها، وهو مبني على النظام الأساسي للمحكمة الدائمة السابقة التي كانت في عهد عصبة الأمم وجزء لا يتجزأ منها. أيضا فإنشاء محكمة العدل الدولية، هذه المحكمة أنشئت في عام 1945 لتحل محل المحكمة الدائمة التي كانت قائمة في نطاق عصبة الأمم وقرنها قصر السلام في لاهاي بهولندا. بدأت المحكمة عملها في 1946 عندما حلت محل المحكمة الدائمة التي كانت تشغل نفس المقر منذ عام 1922. تشكيلة محكمة العدل الدولية، تتألف أو تتشكل المحكمة العدل الدولية من 15 قاضيا يتم انتخابهم لمدة 9 أعوام عن طريق مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ويجوز تجديد فترة انتخاب القاضي الذي انتهت مدة عضويته للمحكمة لفترات أخرى من قبل مجلس الأمن والجمعية العامة، ويتم تجديد ثلث أعضاء المحكمة كل 3 سنوات. اختصاص المحكمة العدل الدولية، تتمتع محكمة العدل الدولية باختصاص قضائي واختصاص استشاري تمارس لتحقيق حل النزاعات الدولية. اختصاص القضائي، فالاختصاص القضائي يتمثل في فصلها في المسائل الجوهرية التي تعرض عليها، فهي ذات ولاية قضائية، وينقسم هذا الاختصاص أيضا إلى نوعين: اختصاص اختياري واختصاص إجباري. الاختصاص الاختياري نصت عليه أجازة النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية في الفقرة الأولى من المادة 36 بأن تشمل ولاية المحكمة جميع القضايا التي يعرض عليها المتقاضون، كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق الأمم المتحدة أو المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية المعمول بها. ويتضح من هذا أن الاختصاص الاختياري يأخذ صورة اتفاق وتراضي الأطراف المتنازعة، ولا يشترط في ذلك أن يكون هذا الاتفاق من قبل، بمعنى الدول تتفق وتتراضى باللجوء إلى المحكمة العدل الدولية للفصل في هذا النزاع. أما الاختصاص الإجباري، فيكون الاختصاص إجباريا للمحكمة في حالة وجود اتفاقيات بين الأطراف المتنازعة تتضمن تنظيم مسائل معينة، وينص على عرض ما يحتمل أن ينشأ من المنازعات بين أطرافها بشأن التطبيق والتفسير على محكمة العدل الدولية، ويكون الاختصاص لمحكمة هنا إجباري، إذن بإعلان دولة معينة عن قبول اختصاص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بينها وبين دولة أخرى. الآن الاختصاص الاستشاري، تتمتع محكمة العدل الدولية إلى جانب ولايتها القضائية في فرض النزاعات الدولية باختصاص غير قضائي
يحوله لها ميثاق الأمم المتحدة، ويجيزه النظام الأساسي للمحكمة بأن تبدي بآراء استشارية حول أي مسألة قانونية، وقد أقر الميثاق ذلك من خلال المادة 96 بهذه الصلاحية. كما أقرها نظام محكمة المعدل الدولية في الأصل الرابع في المواد 65 إلى غاية 68، حيث تستطيع المحكمة أن تدلي بآراء استشارية حول أي مسألة قانونية بطلب أي هيئة أو مؤسسة مرخصة في ميثاق الأمم المتحدة، أو طبقا لإجراءاتها بطلب هذا الرأي. وحسب الميثاق يمكن للجمعية العامة أو مجلس الأمن أن يطلب رأيا استشاريا من المحكمة، وكذلك جميع الهيئات المنظمة المرخصة لها من الجمعية العامة مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مجلس الوصايا، وكذا المؤسسات المرخص لها من الجمعية العامة مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية وغيرها. وكذا تنص المادة 95 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على ما يلي: للمحكمة أن تنفي أن تفتي عفوا للمحكمة أن تفتي في أي مسألة قانونية، بمعنى الفتوى ها هنا استشارية، بناء على طلب أي هيئة رخص لها ميثاق الأمم المتحدة باستيفائها أو حصل الترخيص لها كلما طلب منها ذلك، ولها أن ترفض إعطاء هذه الفتوى. بمعنى الاختصاص الاستشاري ليس إجباريا وإنما هو اختياري، لمحكمة العدل الدولية أن تقدم رأيا استشاريا، ولها أن تتحفظ عن الطلب ولا ترد على هذا الطلب. وبهذا نكون قد مررنا على أهم موضوعات القانون الدولي العام التي تفيدكم في فهم تنظيم العلاقات الدولية، وتعطيكم نظرة عن التنظيم الدولي للعلاقات، وكذا التأكيد على أهمية الوسائل الدبلوماسية والسياسية والقضائية لحل النزاعات الدولية، في مما يسمح بحفظ السلم والأمن الدوليين. فأشكركم على حسن إصغائكم ومتابعتكم، وأفتح المجال إلى طرح الأسئلة والنقاش والإضافة والإثراء. إذا أمكن إليك الخط أخي كريم عايش. شكرا دكتور عمر بن عيشوش على هذه الحصة، هذه المعلومات القيمة بخصوص القانون الدولي العام المعاصر ومختلف تجلياته. أعتقد أن القاعة مفتوحة لمن يود السؤال حول نقطة ما أن يرفع يده حتى ننظم المناقشة في إطار جلسة ل10 دقائق، تفضل. أغتنم الفرصة لسؤالك دكتور حول مسألة القانون الدولي وصلاحيات المحكمة الجنائية الدولية، وهل لديها صلاحيات بالنسبة لإصدار أوامر الاعتقال والاعتقال؟ شكرا. نعم، مشكور على هذا السؤال المهم. طبيعة الحال من صلاحياتها تقديم مذكرة توقيف دولية في ضد من يرتكب جرائم حرب ضد الإنسانية أو خالف قواعد القانون الدولي العام. فبمجرد صدور هذه المذكرة التوقيف الدولية يكون هذا الشخص عرضة للاعتقال عند إقباله إلى المطارات الدول الأخرى، بمعنى بمجرد صدور مذكرة توقيف دولية يكون الشخص في عرضة. هل الصوت مسموع؟ يكون في عرضة للاعتقال من قبل الشرطة الحدود المتواجدة على المطار، ثم يتم محاكمته أمام محكمة العدل الدولية. شكرا دكتور على هذه الإجابة. أعتقد أن الدكتور عمر بن عيشوش قد قدم بشكل واف
المدخل إلى القانون الدولي وتحدث عن مختلف تجلياته، واطلعنا على مختلف التمظهرات. بطبيعة الحال نكون قد يعني أنهينا حصة اليوم من دبلومة التأهيل، قواعد التأهيل في السلك الدبلوماسي. هذه الحصة بطبيعة الحال تدخل في إطار الحصص المستمرة ضمن المحور الثالث، القانون الدولي العام والمنظمات الدولية. تحدث الدكتور عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي العام، عن القواعد المنظمة له، عن مختلف تجلياته، وأيضا تحدث عن التسوية، تسوية النزاعات بالطرق الدبلوماسية والمؤسسات الدولية التي تهم هذا الفرع من القانون الدولي. بطبيعة الحال سوف يكون المحور الثالث حاضرا يوم الثلاثاء المقبل عبر مدخل في المنظمات الدولية، والحديث عن نشأتها وأنواعها، وكذا المنظمات الدولية الإقليمية بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي. مع الدكتور عمر حسين بوشعالة. دكتور عمر بن عيشوش، نشكر تقديمك الوافي. الكراسة سوف توزع ليلة اليوم الخاصة بالمحور الثالث، والتسجيل سيكون موجودا على قناة المركز الديمقراطي العربي على اليوتيوب، وأيضا على الدرايف لمن يود تحميل هذه الحصة. شكرا لكم دكتور، نتمنى لقاءكم مستقبلا. العفو سعادة الأستاذ كريم، دمت في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي لكم دكتور، مع السلامة.